بيراميدز دخل في مفاوضات قويه جدا لضم يحيى جبران كابتن فريق الوداد اللي كان متالق جدا في مواجهتي الزمالك اللاعب عاد ينتهي مع الوداد بنهايه الموسم الحالي ويحق له التوقيع لاي نادي بحب انا بيراميدز لما بيروح للاعبين مميزين في شمال افريقيا او حتى لاعبين محترفين بيعرف يبص كويس على لاعبين كويسين